السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده تقريبا أكتر موقع بستخدمه حتى مسيف عندي هنا. ليه؟ ده لما بكتب إيميل أو أي حاجة هو بيعمل إعادة صياغة للجمل، ممكن إيميل مثلا كاتبه بطريقة مش رسمية هو يصلحهولي. ففي إمكانيات كويسة جدا، بيحسن الكتابة، بيديك يعني الجرامر لو في أي غلطة يصلحها لك، ممكن ينبهك ان التون او طريقه صياغه الجمل عنيفه حبتين فينبهك ليها. فبيعمل شكل الايميل بدل ما تبعت ايميل وتلاقي مصيبه حصلت. زائد ان هو في كذا حاجه تانية، في حاجات خاصه بالكتابه، ممكن يعد لك يلخص لك حاجه، ممكن يعد لك عدد الحروف كم تطمن مثلا ما تزيدش عن عدد حروف كلمات معينه. بيساعدك في الكتابه، بيعمل تشيك على الجرامر، بتأكد ان الخالية من الأخطاء النحوية والإملائية اهوت. وليك ان انت تضيفه لجوجل كروم بحيث ان هو يبقى موجود معاك لو انت بتكتب حاجة في الوورد بتاع جوجل درايف. تمام، بيبدأ ينبهك ليها. وفي برضو أداة تقدر تستخدمه في الوورد، لو عندك أي كلام تقدر تحطه هنا وتقول له مثلا عايز الجملة تبقى مثلا فورمال او لا ده الاصدقاء، او اختصر لي الجملة. تمام، تديله جملة كبيرة هو يبدأ يختصر لك الكلام. ف يعني ده تقريبا بستخدمه يوميا، حتى بعد ما اكتب الايميل اروح حاطه هنا، اتأكد من الصياغة، اتأكد من المشاكل، اتأكد من الجرامر. لو انت بتعمل بحث بيعمل بلاجريزم، اتأكد ان الكلام مش منسوخ. في مرة مثلا قدمت بحث بس كان جزء كبير جدا واخده من الكود، يعني كاتب بين قوسين الكود البي اس بيقول كذا، كود الايزو بيقول كذا، فلانها مقتبسة كبيرة جدا فقال لا اعمل لها اعادة صياغة. لو انت عايز حاجة تساعدك في كتابة مقال، بلوج او قصة او ورقة بحثية، يقدر ان هو يساعدك في القصة ديت. لو انت عايز تلخص، عندك موضوع كبير مطلوب منك ان انت تلخصه، لو في اقتباسات معينة يقدر يساعدك فيها. وده هي الاكستنشن الخاصة بالوورد والاكستنشن الخاصة بجوجل كروم، تقدر ان انت تسطبها في الوورد او تسطبها في جوجل كروم بحيث ان هي تسهل عليك لو في اي مشاكل اثناء ما انت بتكتب ينبهك ليها.